والله يا دكتورة ما بعرف مين لازم لوم. لوم حالي بالأول لأنه كل هالتخبيصات عم بتصير وما لي خبر فيها. ولا لومكن أنتوا اللي عارفين كل شيء وساكتين وتركين مجموعة من الزعران عم بيصولوا وبيجولوا وبيخبصوا مؤسسات البلد مفكرين ملك اللي خلفهم. معلش سيادة اللواء، اسمح لي أقول كلمتين وأنا بعتذر سلفاً إذا كانوا بدهم يزعجوك. نحنا صار لنا عمر بهالبلد مضحوك علينا، عم نشوف كيف الفاسدين كل واحد فيهم متحصن ورا مؤسسته عم بيخرب وعم بينهب على كيفه. طبعا ممنوع توجه أي اتهام، لأنك إذا بتتهم القاضي بالفساد بيقولوا لك عم بتهين مؤسسة القضاء، وإذا بتتهم ضابط بالفساد بيقولوا لك عم بتهين المؤسسة العسكرية، وإذا بتتهم شيخ بيقولوا لك عم بتهين المؤسسة الدينية. شو نحن بعرف عشائري مو بلد فيه قانون وفيك تميز بسهولة الفرق بين إنك توجه اتهام لفرد أو لمؤسسة؟ إيه للأسف، يمكن نحن البلد الوحيد بالعالم اللي بيعطي حصانة للفاسدين، ومنشوفهم شلون عم يخربوا البلد بس ما منسترجي نحكي شيء. يعني هلأ دكتورة إذا طالعنا قرار بتعيينك عميدي للكلية بتوافقي؟ أكيد لا، لأنه هاي العقلية اللي صار لنا عمر عايشين عليها طلعت ناس مخضرمين بالفساد وقادرين يفشلوا أي حدا نضيف قلبه على هالبلد وبدأ يشتغل من شانه. بس تغير هاي العقلية وبس تنشال الحصانة عن الفاسد وبس نقدر نحاكمه بدون ما نحسب أي حساب، ساعتها رح تتفاجأ قديش في ناس نضاف قلبهم على هالبلد وبدهم يشتغلوا من شانه. أنا بعتذر مرة تانية، تجاوزت حدودي بالإذن. بزوروني كتير منافقين بمكتبي هون وبيطمنوني على وضع البلد، مو غلط إذا إجا حدا مثلك وسمعني رأيه. وشكراً سيادة اللواء على اهتمامك بملف الفساد بالجامعة. في ملف تاني نحن لبكرة مروان، لبكرة. اليوم ما عدت أقدر أن أسمع شيء. بالإذن.